الور بالنسبة لقضية الورف اللي الجانب القانوني هضر عليه أستاذ أنيس، أنا الجانب الرياضي ربما كنت دخلت فيه أنا في الوقت الأول، مشينا لتونس شفنا اللعاب كان غيجيب صفة نهائية، يعني غيدير معنا واحد العقد ديال 3 سنين، وكان واثق من الأمور ديالو، كان ضابطها، اتفقنا معه على جميع المسائل. كان كما قلت في هذا الصباح هذا في هذه الندوة هذه بأنه كانت استشارة مع الرئيس، لأنه الجانب الرياضي فسرته أنا السند وعجبوا المشروع، لأنه هو اللي بغي يلعب في الرجاء، عجبوا المشروع، اتفق المسائل الإدارية والمالية، اتفق مع المسؤولين، من بعد مضى معنا واحد العقد بدائي، لأنه كان خصك يعني كيقول لك تكبل ولا تكبل اللعب ديالك، يعني الوينا ليه باش خصك تلوي عليه، خصو يسني لك ان بري كونطرا. هذا الشيء اللي دار سناها في تونس. من بعد ملي بغي يجي اللاعب النادي ديالو ما قبلش، لانه حنا بالنسبه لنا راه صافي سيتي بوكلي، وداك الشيء اللاعب راه غادي يجي خاد الامور ديالو مع النادي، ولكن ملي مشى لعند النادي ديالو قالوا ليه لا حنا ما غاديش نطلقوك، ولهذا هو كان قرر انه يجي بصفه اعاره، وإلا إيتي أوبليجي كان مفروض عليه أنه يمدد العقد ديالو مع النادي ديال الأهلي ويدير واحد لاكلوز ليبراتوار اللي كتسمى ما عرفتش شرط جزائي باش من بعد يقدر ياخذ الوراق ديالو. وجا وكانت أن كونترا تري بارتيت، يعني عقد ثلاثي، حيت هذا هو العقد اللي أوفيسيال واللي معترف به لا في الجامعة ولا في الجامعة الدولية، وكيدوز بارتايمز كاين لا وكيل لا والو. الور كنتفاجئوا اليوم بانه شي واحد جاي يبتز الفريق وخرج شي وثائق، ما عرفتش انا قاعد هاد الوثائق، هذا نوع من الاشاعه اللي كتضرب الفريق دابا، وما عرفتش علاش، لانه سو لو بلون سبورتيف حنا ما كاين حتى شي حاجه، لانه انا بالنسبه ليا الدري راه كيلعب معنا الى لا